جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. يسأل هذا السائل عن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء. الصحيح أنه لا يسن مسحهما، مسح الوجه بهما، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا، لا تقوم بها حجة ولا تأم بعضها ببعض. فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة، ولكن الإنسان لا يفعله ولا ينكر على من فعله، لأن بعض العلماء استحبه.